مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا في هذا الصباح على اكسترا نيوز، واولى ضيوفنا في هذا الصباح حديثنا عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مصطلح بقى مطروح موجود بقوه من فتره قليله جدا، البعض بيقول انه هيعمل ثوره وتحول في العالم وهيدخل في كل مجالات حياتنا وهيقدم لنا خدمات وتسهيلات كبيره جدا، وفي المقابل في خبراء بقى هنا ونركز ومتخصصين بيعبروا عن مخاوفهم من اتساع انتشار الذكاء الاصطناعي وبيحذروا انه هيكون اداه لزياده الجرائم الالكترونيه وكمان الاستغناء عن كتير من الموظفين حول العالم، لانه هيبقى قادر على القيام بمهام الوظائف الخاصه بهم وبشكل افضل كمان، ووصفوه بانه انفجار جديد. المخاوف دي مشاهدينا ما وقفتش عند خبراء الامن المعلوماتي فقط، لكنها امتدت كمان لمنظمات دوليه عديده حذرت من خروج التقنيات الحديثه عن السيطره، وحذرت كمان من تداعياتها السلبيه على الانسان بما يمكن ان يكون خطرا على حياه البشر. ايه الكلام ده؟ وايه التفاصيل دي؟ هنتكلم اكتر عن الجرائم الالكترونيه وازاي نحمي خصوصيتنا من الانتهاك، وكمان يكون عندنا استخدام امثل لادوات الذكاء الاصطناعي مع ضيفنا في فقره استوديو هذا الصباح، ضيفنا المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، ومنور هذا الصباح يا باشمهندس. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، منورنا في هذا الصباح. قبل ما نبدا نتكلم عن تحذيرات ومخاطر ونبدا نخاف، عايزين نعرف بدايه من حضرتك لحد دلوقتي الذكاء الاصطناعي اثر على حياه البشر في ايه؟ استفدنا منه ايه حتى الان؟ الحقيقه الذكاء الاصطناعي مجال واسع وكبير جدا، وحتى الان الكم اللي احنا شايفينه من انتاج الذكاء الاصطناعي يمثل حوالي 10% من بحر وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ولكن النقاط اللي انا عايز انوه عليها من خلالكم ان الناس فاكره ان الذكاء الاصطناعي بتدي له انبوت ويدوك اوتبوت، او تدي له سؤال ويديك اجابه، صوره ويديك فيديو، وهكذا. الذكاء الاصطناعي مش بس كده، بالعكس دخل في الطب، في الدراسه، في التكنولوجيا بشكل عام، في الاكل حتى والشرب. يعني حتى بعض المطاعم دخلت عنصر الذكاء الاصطناعي عشان خاطر ينتج لها وجبات وعصائر، يعني عايزه بدون تدخل العنصر البشري، بحيث ان هو يكون منتج خاص وطالع من تقنيات الذكاء الاصطناعي. AI ميل بعد كده. بالظبط كده. حتى في دي. حاصل فعلا. طيب، واحنا بنقرا عن الذكاء الاصطناعي، وانا شخصيا كمان بصراحه يعني بنقلق على مستقبلنا المهني، احنا كمذيعين مثلا على سبيل صحيح. المثال اصبح في مذيعين ذكاء اصطناعي. نعم، هو يعني نفهم من كده ان احنا نقعد في البيت ولا هنعمل ايه؟ هو الحقيقه مش بس مذيعين الذكاء الاصطناعي، حتى فكره الاستديو الموجود او فكره التي في نفسه بقى في حاجه اسمها تقنيه الميتافيرس، هي التقنيه الجديده او البديله لتقنيه التلفزيون. استديو افتراضي كامل، مذيع افتراضي، معد افتراضي، حتى نوع الكاميرا اللي بتتصور بيها حضراتكم او بتصوركم برضو تقدر تختار نوعها عشان تطلع الكواليتي اللي حضرتك عايزه بالظبط. يعني شخصيه معينه من وحضرتك قاعد في البيت بتشرف على ده كله تماما. لحد هنا هنقف عند نقطه مهمه جدا، ان احنا نقول ان العنصر البشري مش منتهي تماما ومش هينتهي، لانه في ناس كتيرة جدا فاكرة ان العنصر البشري هيقف عند الحد ده او خلاص كده مش هيكون في عنصر بشري، لكن عمر ما الآلة تتغلب على اللي صانعها مهما كان السبب ومهما كان التطور اللي حاصر فيه، لانه كده كده الذكاء الاصطناعي بلا مشاعر، بلا احساس، بلا اي تفكير تماما، لان كل ده انبوت احنا بندخله او مدخلات كتابيه او مرئيه احنا بندخلها لادوات الذكاء الاصطناعي، وتنتج لنا بدلها حاجات معينه هي ماشيه على حسب الداتا او على حسب المسار اللي موجود. فبالتالي المذيعين ما فيهش عليهم قلق، اهم حاجه بس لا خالص. الحياز دلوقتي انا اضمن لكم ده 100%. بالعكس، الذكاء الاصطناعي كادوات موجوده تقدر حضراتكم اصلا يعني تستفادوا منها بشكل كبير جدا. يعني غير كده كمان ان في ناس فاكره برضو ان بعض المهن هتنتهي، هي فعلا في بعض المهن هتنتهي ولكن هتستبدل، لان في حوالي 140 مليون وظيفه جديده هتخلق في المستقبل الجديد، حتى 60% من اطفالنا اللي معانا دلوقتي هيشتغلوا شغلانات انا نفسي مش عارفها. فاهم يعني حضرتك متطلبات العصر. بالظبط كده. طيب خلينا نروح لنقطه برضو يا باشمهندس قلتها، انه ما عندوش العقل وما عندوش الابداع بتاع صح البشر. صح. وده بنتكلم فيه حاليا. صح.
هل في شكل من أشكال التطور ممكن تحصل ولا سيظل أنه الآلة لن تتفوق على صانعها؟ حلوة جدا السؤال ده. احنا في 2024 يعني أنا مستبشر خير بالسنة دي من ناحية أن أنا دايما أصلا كاتب ومحذر أن أكتر من شركة في 2024 هتستخدم عنصر الذكاء الاصطناعي. حتى الشركات دي احنا اوريدي بنحبها جدا، ولكن في بداية 2024 كل الشركات التكنولوجية أعلنت إن هي هتدخل عنصر الذكاء الاصطناعي. حتى شركات الهواتف المحمولة برضو استخدمت عنصر الذكاء الاصطناعي داخل هواتفها بدون ذكر أسماء كنوع شركة، ولكن الهواتف القادمة بعد كده هيكون عندك إجباري أيقونة للذكاء الاصطناعي إن أنت تقدر تسألها وتساعدك وتحل مشاكل موبايلك أو تحل مشاكل التكنولوجيا بشكل عام عن طريق سؤال. مش لازم تنزل من البيت وتروح وتركب وتروح لخبير عشان خاطر يحل لك مشكلة، لا انت بنفسك هتقدر دلوقتي تصلح كل حاجاتك وكاستخدام فعال. طيب دكتور باشمهندس، احنا لحد دلوقتي كلام حضرتك بيقول ان احنا مستفيدين، هل في اصلا تم رصد بقى مخاطر او طبعاً. مخاوف او ازمات او مشاكل حصلت؟ طبعا طبعا، لانه دلوقتي يعني السنوات اللي فاتت ولحد اللحظة دي بيحصل كمية اختراقات كبيرة جدا، بتحصل برضو مشاكل كتيرة جدا لاستخدامات الخاطئ للذكاء الاصطناعي، وده اللي بتحدده الدول. يعني لازم لكل دولة يكون ليها ميثاق خاص بالذكاء الاصطناعي، وطبعا مصر هتكون من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال تقنية الميتافيرس تحديدا. ولكن مصر طلعت قبل كده في 2023 ميثاق خاص بالذكاء الاصطناعي ان احنا نمشي على خطى المستقبل من ناحية كل دولة، وكل قانون داخل الدولة بيتكلم على تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي او ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ. ومن ضمن المخاطر اللي موجودة فبركة الاصوات وتقليد الاصوات لشخصيات مهمة جدا. يعني حضرتك يا استاذ رامي وانت قاعد كده ممكن اخد صوتك بنسبة 100% اطلعه للبرنامج يتدرب عليه في خلال 10 دقايق، اقدر اطلع الحنجرة او خامة صوتك بنسبة 100% اتكلم باي كتابة. فده حاجة خطيرة جدا ان احنا لازم برضو نوعي بيها السادة المشاهدين ان مش اي اصوات على الانترنت بعد كده، خصوصا في 2024 مش اي اصوات تصدقها، مش اي فيديوهات تشوفها ولا اي صورة فعلا. طبعا، يعني مثلا الفترة اللي فاتت اتذكر سواء على تيك توك او انستجرام في لعب بالاي اي بقى مبالغ فيه بشدة. طبعا تسمع أغنية عبد الباسط حمودة بصوت أم كلثوم. طبعا ده السنة اللي فاتت حصل كده كتير. ونانسي عجرم بصوت عبد المطلب. لا هنا بقى يعني هنقف عند نقطة مهمة. يعني أنا بناشد الدولة بشكل كبير جدا إن هي تعمل لنا هيئة خاصة أو وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وده فعلا بيحصل لأنه الهيئة أو الوزارة دي هيكون فيها برضو أكتر من جهات. يعني جهة خاصة بالإعلام، جهة خاصة بالفيديوهات المرئية. ليه بقى جهة خاصة بالفيديوهات المرئية؟ يعني دلوقتي إحنا كسينما مثلا في فيلم بينتج بيتراجع من جهات الخاصة، صح ولا لا؟ هل هيتم النشر ولا غيره؟ لكن في الذكاء الاصطناعي دلوقتي وحضرتك قاعد في البيت تقدر تنتج فيلم بالكامل من غير اي ممثلين، من غير اي حاجة، بافكارك انت. فبالتالي هل الافكار اللي هتعرض من غير اي مراقبة هتناسب السادة المشاهدين او هتناسب الاطفال ولا لا؟ هنا بقى محتاجين نقف عند رقابة معينة من كل دولة ان هي لازم متطورة. بالزبط كده، ان هي لازم تواكب العصر ده وتواكب اي محتوى قبل ما يخرج يتعرض على الرقابة دي بحيث ان هو يطلع او لا. طب باشمهندس احنا هنروح لعرض معلوماتي عن الذكاء الاصطناعي نشوفه طبعا. ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا مع حضرتك.
الكلام مشاهدينا عن الذكاء الاصطناعي وفوائده كبيرة جدا ولن تنتهي، ولكن سلبياته ومخاوفه أكبر بكتير جدا، بالذات لو وقعت في إيد حد ليس له ضمير. الابتزاز الإلكتروني مثلا، صح، تمام، الصور وتركيب الصور، تركيب الفيديوهات وغيره. أنا عايز حاجة للشباب، رسالة من متخصص للشباب، إزاي أأمن نفسي على السوشيال ميديا وإحنا دلوقتي يعني اللي بيصحى الصبح يفطر بيقول صباح الخير بصورة لوكيشن، صح، فإيه اللي مفروض أعمله؟ إيه الآلية اللي أحافظ بيها على نفسي وخصوصيتي؟ مبدئيا كده إحنا كلنا مترقبين 24 ساعة بسبب منصات التواصل الاجتماعي والأذنات المفتوحة 24 ساعة على موبايلاتنا، اللي هي المايك الكاميرا طبعا المايك الكاميرا، وللأسف مش هتقدري تستخدمي الأذنات دي غير بالموافقة دي كلها. فبالتالي من ناحية الأذنات دي كلها متوافقة عليها، فإحنا مترقبين 24 ساعة. فنصيحتي للشباب أو نصيحتي للسادة المشاهدين بشكل عام إن هم لازم يحافظوا على بياناتهم، ولازم برضو ياخدوا بالهم من تأمين أكاونتاتهم على السوشيال ميديا بشكل عام، وتأمين موبايلاتهم، لأن ما ينفعش بياناتك تكون سلعة في إيد غيرك. لأن في ناس كتيرة قوي بتقابلني بتقول لي لا أنا مش عايز أعمل ده كله، لأني أنا مش وزير، أنا مش شخصية عامة، أنا مش مهم عشان خاطر أأمن بياناتي أو تتسرق بياناتي. فهم أكتر ناس أصلا بيخترقوا بيجروا يشوفوا إكسبرتس أو خبراء عشان خاطر يرجعوا حساباتهم تاني. فدي مشكلة الناس بتقع فيها، يعني ويخلوا بالكم. يعني يا باشمهندس، كنا مشاهدينا في أثناء العرض المعلوماتي كنا بنتكلم أوف إير، ويارا سألتي الباشمهندس على فكرة إن أنا لما بفكر في حاجة بلاقيها قدامي، سألت منك السؤال بس قلت ان انت اللي قلتيه في الاول. يعني والله يعني رامي انا بشكرك وبراحتك، كلها معلومات في النهايه هنوصل لمعلومه مفيده لصالح المشاهد الكريم. الفكره انه مش بس لما بتكلم على حاجه، ويمكن في شويه الدايره القريبه يقولوا لي لا مستحيل، ازاي فكرتي؟ فهو انا جربتها مره 2 3 4، صح، ما فتحتش بعد لوحدي، ما اتكلمتش كمان. طيب ايه اللي بيحصل؟ خلينا نشرح للساده المشاهدين النقطه دي. صح فعلا، في ناس بيخافوا فعلا، مجرد النظر بس بيلاقي مثلا بصيتي على غساله وحضرتك واقفه في مول، والمحل ده بيبيع ادوات الكترونيه كتيره من ضمنها غسالات وغيره وكده، فبالتالي مجرد البص حتى بيجيب لك اعلانات الغسالات وصيانه الغسالات وهكذا. الفيسبوك اصلا كمنصه عامه بتربح من الاعلانات اللي بتجيلك فجاه مجرد التفكير او البص. خلينا نمسك نقطه نقطه بسريعا كده. التفكير ازاي بيحصل؟ مجرد التفكير، اول حاجه لما تقلب او تسكرول اب او تقع على النيوز فيد او نيو فيد على الموبايل في الفيسبوك وتقف لمده 3 ثواني ثلاث ثواني او ثانيتين، هنا بقى الموبايل بيتعلم وبيشوف الابلكيشن نفسه، خوارزميات الابلكيشن نفسها بتعرف ان انت مهتم بالحاجه دي. فبالتالي هتلاقي ان الفيسبوك كله مقلوب الحاجه اللي حضرتك وقفت عليها ثانيتين بس. صح. فخد بالك من اي حاجه تقف عليها اكتر من 3 ثواني، سواء في التيك توك او الريلز او الشورتس في اليوتيوب. ليه بقى اكتر من 3 ثواني؟ لان الفيديوهات الغير هادفه اللي موجودة على منصاتنا دلوقتي في ناس كتيرة بتشتكي لي أنا ما بتابعش الفيديوهات دي وبلاقيها بتجيلي. ده بسبب أنك بتقف عليها أكتر من مرة في المنصة بتعرف ده، فبالتالي بيقلب لك كل ده. لو حضرتك وقفت على الكورة 3 ثواني هتلاقي بعدها فيديو يعني لعيبة كبار جدا، بعديها فيديو مثلا عن طرق الأهداف، بعديها هكذا. فبالتالي لازم تاخد بالك من الموضوع ده، وأي محتوى غير راغب بيه أنه يظهر لك، الثلاث نقاط اللي تحت، عدم ظهور مثل هذا المحتوى، فبالتالي المنصه برضو بتتعلم ان انت مش راغب في مشاهده الفيديوهات. طيب باشمهندس، وانا اسفه جدا وبعتذر لك يا رامي، بس في نقطه قلتها ليها علاقه بالناس اللي مش عايزه تامن حساباتها، بتقول انا مش شخصيه مهمه. صح. انا في حاجه تانية محتاجين برضو نستوضحها من حضرتك. لو انا عندي برنامج معين او تطبيق معين محتاج ان انا ادفع له مقابل، بس في طرق بتخليني اقدر اخده من غير مقابل، فمحتاجين نسال نفسنا ايه المقابل غير ان انا ما دفعتش فلوس؟ ليه دايما ده عندي طرق ان هو متاح لي، ايه المقابل اللي بياخدوه مني؟ هنا بقى مشكله كبيره جدا الناس كلها يعني اغلبهم واقعين فيها، اللي هي اللي حضرتك بتقوليه ده بشكل تقني اسمه التطبيقات البديله. اللي هي التطبيقات اللي بتوفر لك نفس المميزات بنفس الخدمه، او التطبيقات اللي هي مكسوره الحمايه، ان هي مثلا خلاص تعدلك نقطه المقابل ده. فهنا مشكله، اي حد عنده تطبيقات بديله مش موجوده على المتجر بنسبه 70% مخترق،
واكثر من 100% اكثر من تطبيق زي مثلا تطبيق الواتساب الذهبي او الواتساب جولد والتطبيقات دي 100% بيكون مخترق. يعني اي حد محمل التطبيقات دي لازم يمسحها فورا وينزل التطبيقات الاصليه بتاعتها. فعشان كده الناس يعني طرق الاختراقات بتبقى عباره عن اغراءات لاهوائك. يعني انت لو عايز مثلا الابلكيشن ده والابلكيشن ده بفلوس, طب تعالى انا هضحك عليك بويب سايت فيك واقول لك تعالى نزل الابلكيشن من عندي ويديك نفس الخدمات ومن غير فلوس, فبالتالي على طول هتدخل وتنزله. فصبعنا اللي احنا بندخل وننزل بيه كل حاجه ده هو اللي بيودينا ورا الشمس زي ما بيقولوا. كان في سؤال وموضوع شفته على السوشيال ميديا بس انا فعلا مش متذكر مصدره كان ايه, ان في الولايات المتحده الامريكيه في جهه ممكن تشتري بصمه وشك صح وتبيعها وتديك مقابل لده. اولا في شقين من الموضوع اللي حضرتك قلته يا استاذ رامي, ان الجهه دي في منها فعلا جهه اصليه والجهه دي موجوده عشان بتستخدم الـ 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 الوشوش عشان خاطر تعمل روبوتات منها وده موجود فعلا بس لسه ما انتشرش قوي. والشق الثاني ان يعني بيضحكوا على الناس عشان يجمعوا اكبر عدد من بيانات واكبر عدد من الصور, عشان احنا في عصر من يملك البيانات فهو الاقوى. فبالتالي ما تسيبش بياناتك وترفع بياناتك لمواقع الذكاء الاصطناعي المنتشره لان اغلبها اصلا مواقع فيك. في ثلاث حاجات عايز اقولها للساده المشاهدين من ناحيه ادوات الذكاء الاصطناعي سريعا. اول حاجه ان في مواقع فري مجانيه ودي مواقع خاصه بالذكاء الاصطناعي بتتيح ليك خدمات معينه. ثاني حاجه المواقع اللي اسمها فريميوم اللي هي بتديك مثلا 10 ايام تجربه وبالتالي بتقلب معاك بفلوس. وثالث حاجه اللي هي البيت البروجرام الادوات اللي هي المدفوعه. فاغلب الادوات يعني الاصليه بتكون عباره عن الفريميوم والبيد المدفوعه. فبالتالي احنا داخلين على ادوات الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي اغلبها بفلوس, فمحدش يقول لا احنا نستخدم المجانيه عشان اغلب المجانيه اصلا مخترق وبيستهدفك انت عن طريق حاجه اسمها السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه. مهندس احمد طارق خبير التكنولوجيا وامن المعلومات, ده لقاء احنا استمتعنا بالكم المعلومات اللي موجود فيه بشكل كبير, واسمح لنا نقول لك ان اكيد الحديث بقيه اكيد طبعا ضروري. شكرا ده ليه شرف شرفتنا يا باشمهندس. شكرا شكرا.